كده. الكريم. بعدين تليفونه ده ذكرني نقطه، التليفون اللي جاي شايله ده طبعا البنات اول ما خلاص يتخرج انه كيف بعد ده الموضوع يرس. والله العظيم اول ما تشتغل المرتب الاول بتاعي بيجيب دستة كبابي، بتجيب حياة بتلقط لي روحها، تقول لك انا بشتري العده، وكان في عده بالاقساط بيشتري لنا صح. انت تخرجتي من الجامعه انت مش في الجامعه سنه كم؟ اولى لسه عليك كتير، لكن بيفكر في المواضيع زي دي. فبالي كله بس بيبقى الموضوع عرس. واحده اخوها مغترب برا ضرب لها تليفون من هناك، قال لها اسمع انا عندي خيارين تختاري لك واحد يجيب لك هديه معاي. قالت لي شنو؟ قال لها يجيب لك عريس يجيب لك تليفون. قالت لي يا مات الشبكه زي الزفت. معناه لا معناه داير التليفون، معناه داير التليفون. طيب انا سعيدين كثير.